السلام عليكم. مرحبا بك. تري زونوري. الله يبارك فيك. احنا لو برودوي تاع اخر. هذه التظاهرات تدخل في اطار الاتفاقيه المبرمه بين الوزاره المنتدبه لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغره ووزاره السياحه. واليوم هذا عرض تاع حوالي 34 مؤسسه مصغره اللي داخله في ميدان سياحه وصناعه تقليديه، وهذا نموذج يعني اللي حابين نشجعوا دخل العمل التقليدي، العمل العائلي، العمل السياحي، ونشوفوا ثاني دعم الدوله من ناحيه مرافقه الشباب لانشاء مؤسسات مصغره. والى حد اليوم يعني الوكاله منذ انشائها مولت اكثر من 43 الف مؤسسه مصغره في هذا في هذا في هذا الميدان. الهدف من هذا المعرض هو ابراز دور الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه في مجال انشاء مناصب شغل عن طريق انشاء المؤسسات المصغره في كل القطاعات. كذلك هذا المعرض يهدف إلى إبراز نوعية المنتوج المحلي.